السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد، في وصفه جديده ونهار جديد. جمعه مباركه علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. اليوم الجمعه، يعني ان شاء الله كندير في الكسكسو. انا كندير في الكسكسو وقلت نبارطاجي معكم الوصفه اللي طالبينها مستعجله البنات، وصفه طبيعيه مجربه اللي طالبينها البنات. اشني هاد الوصفه؟ باغين منع الحم، باغين وصفه لمنع الحم بالطريقه الطبيعيه، ما بغاش يديروا حبوب منع الحم نهائيا. كسي واحد السيده مؤخرا كتبت لي تعليق، قالت لي خالتي راني كنرضع ويلا وليت وباش ندير، ما بغاش ندير الحبوب منع الحم، بغيت شي وصفه طبيعيه باش تمنع لي الحم. حتى نبغي نولد ان شاء الله على خاطري، لان عرفتوا كتعرفوا بان حبوب منع الحم راه عندهم واحد الاعراض جانبيه، منهم كيدير الكلف في الوجه، كيطلع الضغط الدموي، كيغلظ ويزيد في الغول، يعني بزاف العوارض الجانبيه اللي كيديرها حبوب منع الحم. وكانوا هاد الوصفه اللي غادي لكم اليوم، كانوا جداتنا قدامى كانوا كيديروهم ناجحه ومجربه باذن الله تعالى. غنعطيها لكم نبارطاجيها معاكم، وان شاء الله غتكون تكون وصفه هائله ان شاء الله، اللي غادي تتبعوها ديال منع الحم بواحد العشبه راها معروفه جدا وكاينه عندنا في المطبخ، وكنطبخوا بها وكنطيبوا بها، الا وهو زريعه القزبر. زريعة القزبر معروف ان حبوب القزبر الجاف هما كتعرفوه انه هو راه زوين 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 بزاف لهاد الغرض. غير تبعوا الوصفه من اول الى الاخر، وهاد الوصفه كنبغيكم تبعوها بالطريقه اللي غنوريكم، بالطريقه وامتى غتشربوها وامتى غديروها وكيفاش تعملوها وكيفاش ديروا ليها باش تنجح معكم باذن الله، لانها غادي نعطيكم الطريقه الصحيحه اللي غادي تستعملوها بها ان شاء الله، اللي كان كيستعملوها الجدات ديالنا. راها وصفه مجربه ومضمونه باذن الله، وغتبعوا معايا ان شاء الله. يلا معايا نوريكم الوصفه وان شاء الله غادي نبارطاجيوها معاكم، وتنتوما بدوركم ما تخليوهاش عندكم، عطيوها للناس اللي محتاجينها. وما تنساوش اللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه ويدير لايك باش يرتفع ويشوفوه بزاف المتبعين، ويلاه معايا بنياتي. بسم الله على بركة الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصفة كالتالي، عبارة عن مكون واحد لا غير، هو بذور القزبر. بذور القزبر انتما كتعرفوهم، غنيين على التعريف، هما هي نبينهم لكم. هاد الوصفة كنحتاجو القزبر حبوب بلا ما طحنو بلا والو، حبوب يعني القزبر حبوب غتشريو مع العطار تجيبوه وتنقيوه، يعني وتكونوا غاسلين على يديكم وتنقيو، وان شاء الله وديروا بهاد الوصفه ان شاء الله. هاد الوصفه راها زوينه لمنع الحمل، راها كتعوض حبوب منع الحمل، كتمنع الحمل بطريقه فعاله ومجربه، وبطريقه يعني طبيعيه بدون اعراض جانبيه. ما ينفعكم ما يضركم، لان هاد العشبه راه كتنفع اكثر من كضر، يعني راه زوينه زوينه زوينه، يعني كتعالج بزاف الامراض. وزوين هاد القزبر، يعني الحبوب ديال القزبر راهم زوين. دوكا غننتقلوا ان شاء الله الى الطريقه ان شاء الله. بسم الله، غنشارك معكم الطريقه وانتوما ديروا الطريقه كيف وريتكم. راها طريقه مجربه ان شاء الله. كتاخذوا كاس ديال العنبه ديال القزبر الكامل، يعني كاس، كتجيبوا الكاس ديال العنبه او كاس اللي عندكم، المهم كاس تعبروا به القزبر الكامل، يعني القزبر اليابس كنقولوا. كتجيبي مع العطار وكتنقيوه بعد طبيعه الحال، وكتغسليه وكتاخذي منه تعبري منه كاس، يا يعني اما ديال العنبه او كاس اللي عندك انت، مهم ديري الكاس عمري. كتاخذي واحد الكاسرون بحال هكايا وكتفرغي فيه هذاك الكاس تاع العنبه كامل. ملي كتفرغي اش كديري؟ هاد الكاس اللي عبرتي به القزبر اليابس هو اللي غتعبري به الماء. غتاخدي جوج كيسان ديال الماء، جوج كيسان ديال الماء، ها جوج كيسان ديال الماء. الكاس الاول والكاس الثاني، كتاخدي جوج كيسان ديال الماء بنفس الكاس اللي عبرتي به القزبر، وكدي على النار، كدي على النار على نار مهيله، كتخليه كيغلي، تيغلي على نار مهيله وتخليه كيغلي. وانا غنتبع معاكم ان شاء الله. بعد ما حطينا على النار هذاك الحبوب ديال القزبر كيغلاو مع داك جوج كيسان، كنخليهم كيغلاو
بواحد الطريقه من الاول كتكون النار مجهده حتى كيغلى، من بعد كنقصوا النار كيولي النار مهيله، وكنخليه كنخليه كيبقى يغلي مزيان مزيان حتى امتى كنحيدوه من النار، حتى دوك جوج الكيسان اللي درناهم ديال الماء تيوليو غير كاس تاع الماء تاع الماء، تنحصلوا على كاس فقط ديال العنبه. عقلوها بنياتي، يعني درنا جوج كيسان ديال الماء في ديال العنبه، غنخليوه يغلي على النار مهيله حتى تبقى لينا غير كاس واحد، عاد نزلو على النار. وتبعوا معايا لان الطريقه راها مهمه جدا 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 باش تنشغلكم الوصفه، وتبعوا معايا الوصفه من الاول الى الاخر. ها انتما كتشوفوا كيبقى تيغلى، وخليه وتقضيو شغلكم. انا راه دوكا خليته كيغلي وانا مقابل كسكسوره اليوم الجمعه، والجمعه مباركه عليكم كلكم ابنياتي لداخل الوطن واللي خارج الوطن. بعد ما نقص لينا يعني ماشي ما كاملش 5 دقائق، يعني ما كاملش 5 دقائق باش دغيا، لان الحبوب ديال القزبر تيشربوا كيرطابوا كياخذوا حتى هما واحد الكميه ديال الماء وكيطلقوا، كتبقى تاكدوا بانه بقى لكم كاس ديال الماء بحال هذا ديال العنبه. اش غنديروا؟ غنصفيوا باذن الله. ها انتم غنجيب الصفاي وغنصفيوا هذا الكاس اللي بقى لينا. ها انتم يعني بقى لينا كاس كما قلت لكم، ها هو صافي حتى كملنا صفينا مزيان. ها انتما كيبقى على الحبوب ديال القزبر اللي كيبقاو ما فيهم حتى شي ما، صافي خدينا الكاس ديالنا من جوج كيسان لقينا هذا الكاس. ودوكا غندور لكم الكاميرا وغنشرح لكم مزيان امتى غتشربوا هذا الكاس. بعد ما حصلنا على الكاس ديالنا ديال الماء ديال القزبر بحال هكايا، اش غدير السيده اللي باغا منع الحم ديالها؟ ان شاء الله ملي غتفوت هاد الدوره، كي تفوت هاد الدوره صافي كتغسل كتنقى مزيان كتمشي دوش، كدوش يا اما في كدوش نيت في الدار او في الحمام او في اي بلاصه، ولكن احسن دوش في الدار. علاش؟ انا غنقول لكم علاش. دوش مزيان، ملي دوش تخرج، كيف تخرج تكون وجدت هاد الكاس، تكون قبل وجدت هاد الكاس صافي يعني صفاتو ووجداتو بقى دافي، كيف تخرج من الدوش ديالها باقا بالفوطات ديالها باقا ما تنشفتش، تشرب هاد الكاس الدافي ما حدا، هي دافيه دافيه، وتشرب هاد الكاس من ورا الدوره مباشره ملي تغسل ما تفوت النهار، يعني تشرب هاد الكاس كامل، شربوا تكا عليه كله، شربوا تشربوا باذن الله، ما تخليوش حتى تبردي وتتلبسي، الا بردتي ولبستي ما غاديش يقضي لك، يعني خاص هذه نصيحه ولازمه تكون في الوصفه. يعني كتخرجي تنقاي من الدوره ديالك، كتخرجي من الدوش ديالك باقا ما تنشفتيش وباقا ما لبستيش، تكي على هذا الكاس كوني وجدتيه شربيه، شربيه مره واحده في الشهر، مره واحده في الشهر من ورا الدوره. فين ما تجيك الدوره، فين ما تجيك الدوره تنقاي دخلي تعومي، يعني دوشي تكوني وجدتي هذا الكاس ديال القزبر تصفيه وتشربيه دافي من شهر شهر. دي هاد الوصفه، هذا هو الكاس ديال منع الحمل ان شاء الله، راه غادي يمنع داك الحمل بحال درتي حبوب منع الحمل. من شهر شهر ديري هاد الكاس، يعني ما غادي حتى شي مشكل، ما غادي حتى شي حاجه من اخرى من هذا، ما عنده لا اضرار جانبيه لا والو. غتشربي هاد الكاس من ورا الدوره مباشره كيف تغسلي من الدوره، وغادي تبقى غتبقاي شاد لك هاد الماء ديال القزبر اللي غتشربيه، غادي يبقى شاد لك الشهر كامل، كيبقى شاد لك ما غتحمليش، وغتعاودي ديري الشهر الاخر والشهر من بعده والشهر كل شهر ديري حتى تبغي توقفي على خاطرك، ملي توقفي على خاطرك غادي ان شاء الله تحملي. هادشي اللي غنقول لكم، وهذه هي الوصفه اللي بغيت نقول لكم، وراه فين داير لكم وصفه ديال منع الحمل بالحسان، انا وريتكم كيفاش تحسبوا بدون ما ديروا لا على اعشاب لا والو، راه دايره الفيديو في القناه، دايره الوصفه في القناه كيفاش تحسبوا ايام الاباضه، تعرفوا ايام الاباضه، هذيك ايام الاباضه هي اللي كيكونش فيها جماع، هذا هو منع الحمل. ومن وراء ايام الاباضه ملي كتفوت ايام الاباضه كتكوني حره ديك الساعه، الجماع يكون حر ديك الساعه. اما دوكا راه وريتكم وصفه مجربه ومضمونه على على على, على شخصيتي مضمونه، غير ديروا هذه الوصفه رائعه اللي كانوا كيديروها الاجداد ديالنا، الجداد ديالنا، الجداد ديالنا، الا سولتهم كانوا باقيين حيين وسولتو غادي يقول لك هذا هو، هذا هو المنع الحمل ديالنا اللي كنذكري،
هو هذا هو الماء ديال القزبر اليابس، هو منع الحم ديالنا على الحبوب، يعني هذا هو حبوب منع الحم ديالنا، باش تكوني تيقاني وباش تعرفي بان هذه الوصفه راها مجربه ومضمونه. غدويا كتكرري كتكرري كتكرري، انا كنكرر لبنياتي اللي باغين يفهمهم، اما اللي ما باغينش يفهموا بلا ما يتفرجوا فيا، كان عندوش خاطر واسع وما عندوش باش يتصنتوا ليا بلا ما يتفرجوا فيا، يخرجوا من 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 الفيديو بلا ما يتفرجوا. اما البنات اللي باغين الشرح وباغين التفسير وباغين انهم يفهموا الوصفه، هما اللي حباباتي باغين يتفرجوا فيا وطالبين الوصفه. وان شاء الله هذه هي وصلتي، والى اللقاء في فيديو اخر وفي وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.